سجود التحية، يقول هل يجوز ما يفعله بعض الناس من الانحناء للكبار والرؤساء وغير ذلك؟ لا هذا نسخ. كان سجود التحية كان جائزا في قبل الإسلام في الأمم السابقة، مثل سجود إخوة يوسف وأبويه له، رفع أبويه على العرش قروا له سجدا، هذا سجود تحية، مثل سجود الملائكة لآدم، هذا سجود تحية ما هو سجود عبادة. والآن نسخ هذا، لا يجوز الانحناء ولا يجوز السجود. نعم.